جدد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني التأكيد على أن جيش بلاده سيرد بمزيد من القوة وفق تعبيره على أي هجوم إسرائيلي، قائلا إن إيران لا تخشى الحرب لكنها لا تريدها. عراقجي وفي مقابلة عبر عن أمله في أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات في المنطقة، وقال إن إيران ليست هي من تسبب في تصعيد التوتر مع إسرائيل، وعما إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل كي ترد على الهجوم الصاروخي الإيراني. قال عراقجي إن الإسرائيليين دائما ما يحصلون على ذلك. في مقال رأي نشره موقع بلومبرغ، يقترح الكاتب مارك شامبيون أن تستهدف إسرائيل الأصول العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني سواء في إيران أو خارجها، بدلا من ضرب منشآت تتبع للبرنامج النووي الإيراني أو البنية التحتية الحيوية للطاقة في إيران، إذ أن استهداف المواقع النووية الإيرانية أو مواقع الطاقة سيؤدي إلى مستوى هائل من التصعيد بحسب المقال، مما سيكون له تأثير كبير على المواطنين الإيرانيين الذين سيحتشدون خلف المرشد الإيراني علي خامنئي. كما أن ذلك النوع من الضربات سيضمن انتقام إيران من أصول الطاقة الإقليمية والتي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد العالمي بحسب كاتب المقال. ولذلك يوضح الكاتب في بلومبرغ أن توجيه ضربة تكتيكية للحرس الثوري الإيراني يمكن أن يقلل من التهديدات لإسرائيل ويبعث برسالة قوية، بل إن الضربة للحرس الثوري الإيراني ستعزز أمن إسرائيل وفقا للكاتب، وتسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها النظام الإيراني. يركز المقال على نقطة أخرى، وهي ضرورة أن تتجنب إسرائيل ضرب المناطق المدنية في ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني لمنع حشد مزيد من الإيرانيين خلف خامنئي. وهنا يدلل الكاتب على فشل الذريعة لإسرائيل في غزة عبر استهدافها المناطق السكنية، وهو ما تفعله حاليا في لبنان أيضا، حيث يشير الكاتب إلى أن واشنطن لا تستطيع أن تتحمل نفس الخطأ مع إيران التي يتجاوز تعداد سكانها 84 مليون نسمة يحتشدون خلف خامنئي. من المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا المحلل السياسي يؤاف شتيرن. أهلا ومرحبا بك معنا سيد يؤاف. يعني فعليا هل هذه القراءة والنتائج المبنية عليها وفقا للكاتب من الممكن أن يذهب إليها من قبل إسرائيل وأن تعدل عن رأيها بأن تكون كما قالت في السابق بأنها ستستهدف النووي أو بعض الأهداف النفطية، ربما أهداف الطاقة لإيران، هل هذا جائزا من وجهة نظرك؟ لا أعتقد، أعتقد أنه ما جاء بهذا التقرير هو بالفعل منطقي جدا على كل مكوناته، ولكن الموضوع ليس الولايات المتحدة مثل ما هو الاعتبارات الإسرائيلية الداخلية والخارجية. إسرائيل لا تريد أن تستهدف مدنيين في إيران، علما بأن الوضع في إيران مختلف تماما عن باقي المناطق التي ذكرها المقال. غزة حماس متواجدة بين السكان، لبنان حزب الله كان متواجدا بين السكان في جنوب لبنان وفي كل أنحاء البلاد، ولكن إيران هي دولة، الدولة التي لها مؤسساتها وجيش، وليس داخل هذه الأماكن المدنية الجيش في المعسكرات. وهذا هو الفرق الكبير التي يقول إنه إسرائيل ستتجنب استهداف المدنيين. إسرائيل ليست معنية باستهداف المدنيين، وهذا ليس فقط بسبب إنه عدم دفعهم للاصطفاف وراء خامنئي، وإنما هذا مبدأ التي إسرائيل تقبله بشكل مبدئي، إلا إذا صار الهدف هو داخل هذه الأماكن المكتظة بالسكان. يعني هذا دائما ما تقوله إسرائيل بأنها هي تستهدف ولكن المدنيين هم ضحايا وفقا لقولها، ولكن عدد المدنيين بات كبيرا، وربما كانت هذه النقطة يعني سببا لأن تثار في هذا الطرح، لأنه هناك الكثير من المآخذ عليها والقضايا الآن لإسرائيل. طيب اليوم
هناك العديد من العوامل، إلى أين ستذهب إسرائيل في ظل حديث دولي يستنكر ما تقوم به ضد اليونيفيل؟ أيضا توصيات بأنه من الضرورة اليوم وقف القتال، وقف الحرب في لبنان، مطالب أمريكية بأن يكون هناك طبيعة معينة للرد حتى على إيران. كيف ستتمكن من أن تجمع كل هذه النقاط في معادلة لا تخسر فيها ربما ما تبقى لها إذا تبقى بعض الرصيد الدولي؟ نعم، فأعتقد أولا موضوع يونيفيل مهم جدا، ويجب على الجيش الإسرائيلي تجنب استهداف اليونيفيل، وهذا أمر بديهي. ومن الطبيعي أن نسمع التنديدات التي نسمعها من الأوروبيين والآخرين في العالم، لأنه لا يمكن تبرير استهداف اليونيفيل، ويجب على الجيش أن يمتنع من ذلك، وهو بالفعل أعتقد يحاول أن يمتنع عن ذلك. حتى الآن لا نسمع نتائج للتحقيقات حول هذا الموضوع. طبعا اليوم هو يوم الغفران في إسرائيل، ليس هناك وسائل الإعلام، هي صامتة اليوم لا تبث، وأيضا الجيش لا ينشر إلا الأخبار العاجلة وليس الأخبار التي تتعلق بالتحقيقات. بالنسبة للرصيد الدولي ككل والأمور اتجاه الأمور بشكل عام، إسرائيل حسب رأيي أولا سترد على إيران لا محل. أعتقد أنه الجلسات المتكررة للمجلس الأمني تدل على أنه هناك ربما تأخير في ذلك، تردد، ما صعوبة في اتخاذ القرار أو انتظار للحظة الملائمة. لا نعرف ما هو الصحيح بين كل هذه الإمكانيات، ولكن إسرائيل سترد على إيران، وهذا مهم جدا لهذه الحكومة. أستبعد أننا نرى امتناع ذلك. بالنسبة للبنان وبقية الخطط هناك، إسرائيل معنية بالاستيلاء الكامل على كل الأراضي المحاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية، وخصوصا من الطرف اللبناني طبعا، بهدف التأكيد بأنه ليس هناك عناصر لحزب الله هناك. هذا لا يكفي أن حزب الله، وسمعنا اليوم تصريحات في لبنان بأن حزب الله مستعد لقبول بقرار 1701 الذي يقضي بإبعاد عناصره لما بعد الليطاني. هذا لا يكفي، لأنه هذا القرار اخترق منذ أن قبوله. يعني أنت مع النظرية التي تقول حتى من بعض المحللين والمراقبين اللبنانيين بأن 1701 لم يعد مجديا ويجب التعديل، أو يجب أن يكون هناك تجديد لهذا القرار؟ كل تأكيد، لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بنفس القرار، ويجب أن تكون هناك مركبات أخرى. قد يكون هناك وقت لإطلاق النار، ولكن إسرائيل ستبقى في هذه المناطق إلى حين وصول إلى صيغة متفق عليها أو معادلة جديدة في المنطقة التي تضمن عودة سكان إسرائيل إلى بيوتهم، وبحيث أن يكون تكون عناصر حزب الله بعيدة كل البعد عنها. لا، وربما القوات الأممية يونيفيل هي جزء من المشكلة. أعتقد أن يونيفيل لا يمكن أن يبقى مثل ما هو. هذه قوات حفظ السلام التي لم تمنع وصول حزب الله إلى كل هذه الأماكن، ويجب تغيير القوة إلى قوة فرض السلام مع الصلاحيات، أو ربما إدخال قوات دولية أخرى، ولكن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من حيفا المحلل السياسي يوآف شتيرن. شكرا.